شبابيك. بون هذا ال يتم إطلاق قافلة تضامنية من طرف أفواج الكشفية لولاية الجزائر العاصمة والتي ستتجه نحو ولايتي سكيكدا والطارف، والتي اخترنا لها هذه المناسبة وهي مناسبة 20 أوت برمزيتها وهذا المكان وهو وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، حتى نربط هذه العمليات التضامنية وهذه الهبة التضامنية التي جسدها الجزائريون من كل ولايات الوطن في هذه الظروف الصعبة إثر الحرائق التي أصابت عديد ولايات الوطن، حتى نربطها بتاريخنا وبالعبر والقيم التي يعني كان يتحلى بها المجاهدون والشهداء بين الثورة التحريرية. قافلة تتضمن الأمور التي تتطلبها الظرف والحال، عبارة عن مواد غذائية وألبسة وأفرشة وحتى مواد طبية إن شاء الله. هذه هي في محتويات هذه الحملة التضامنية، وستكون مواد أخرى إن شاء الله كما قلنا في القافلتين اللتين ستكون إن شاء الله يوم السبت، وهما قافلتين أيضا، الأولى ستتجه إلى بجاية تحت مسمى مؤتمر الصمام، والثانية متوجهة إلى ولاية سكيكدا تحت مسمى هجمات شمال قسنطينة حتى نبقي رمزية تاريخية في الحدث.